السؤال اللي الكل يسأله الآن، إلى وين إحنا رايحين في موضوع الذكاء الاصطناعي؟ إلى وين؟ أين سيبلغ الأمر في المستقبلين القريب والبعيد؟ طيب خلينا نعطيك معلومة جدا مهمة. استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا راح يسهل اكتشاف أمراض مختلفة أو علاجات لأمراض مختلفة بشكل أسرع من السابق. يعني في أبحاث خاصة بمرض الزهايمر الذكاء الاصطناعي راح يساعدنا فيها. طيب ذوي الاحتياجات الخاصة الذكاء الاصطناعي راح يساهم في اكتشاف حلول وأيضا أدوات تساعدهم في ممارسة حياتهم بشكل أفضل وبشكل أسرع من اعتماد مثلا على الكراسي المتحركة. راح تكون في حلول خاصة فيهم. طبعا في مؤتمر MWC في برشلونة السنة الماضية كان في حلول مختلفة كانت موجودة ومطروحة يتم استخدامها من خلال الذكاء الاصطناعي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا السيارات ذاتية القيادة، وجود الذكاء الاصطناعي في السيارات راح يقلل الحوادث وبنفس الوقت راح يقلل الزحام في الشوارع. الطائرات ذاتية القيادة، الآن أنت ليه ما أنت قادر أنك تسوق طيارة وتنتقل فيها من بيتك إلى عملك؟ بسبب عدم وجود الذكاء الاصطناعي في الطيارة أو بسبب مخاوف متختص بالقيادة. لكن لو توفر الذكاء الاصطناعي وتوفرت القوانين الخاصة لهذا الموضوع وكان في تواصل ما بين الطائرات، هذا الموضوع راح يسهل بشكل جدا كبير الوصول للعمل. أيضا اكتشاف الجرائم وأيضا القضاء على الجريمة راح يكون أسهل بشكل كبير من خلال الذكاء الاصطناعي. سمعنا عن بعض البنوك اللي كانت تعتمد على الذكاء الاصطناعي استطاعت اكتشاف الجريمة قبل وقوعها بسبب اعتمادها على الذكاء الاصطناعي في تحليل النمط وتحليل سلوك المجرمين. فلذلك هذه أمثلة جدا بسيطة في حياتنا. لكن